استخدمه تنظيم داعش الإرهابي معتقلا ومكانا لتعذيب أسراه. يجرى العمل على قدم وساق لتوضع اللمسات الأخيرة ليبدأ استقبال الطلاب الثانوية من شباب جرابلس الذين انقطعوا عن التعليم بضعة أعوام. عمد داعش إلى تحويل المدارس إلى مراكز اعتقال وأسس ما يسميه المدارس الشرعية ليدرس طلابها مناهجه الخاصة. هذا المكان الذي كان سجنا في يوم من الأيام اليوم يتم ترميمه ليتحول إلى مدرسة تشع نورا للأطفال. عقب تحرير مدينة جرابلس في إطار عملية درع الفرات، ساهمت جمعيات تركية بدعم منظمات حكومية وأهلية في تأهيل المدارس وترميمها وتجهيزها للموسم الحالي. بعد عملية درع الفرات وعندما دخلنا مدينة جرابلس رأينا حال المدرسة، كان تنظيم داعش يستخدمها سجنا. الدمار كان كبيرا في المدرسة منذ ذلك الوقت، ونحن نرمم هذا المكان لنجهزه للتعليم لهذا العام، ونحن على وشك الانتهاء. بالنسبة إلى المرحلة الابتدائية، جهزت الصفوف لتكون أولى المدارس التي تبدأ العام الدراسي، وسط إقبال كبير من أهالي المدينة على التعليم. الصفوف ممتلئة بالأطفال الذين يسعون لفك الخط. بإقبال كبير بالنسبة للأهالي على التعليم، كون الطلاب صار لهم منقطعين أكثر من 4 سنوات عن التعليم، فبيعدنا يعني إقبال كبير على التعليم. بنفس الوقت عندنا قلة مدارس، هاي المشكلة اللي نعاني منها لحتى الآن. يوجد في مدينة جرابلس 12 مدرسة كلها كانت خارج الخدمة، ويتم العمل على إعادة تأهيل 6 مدارس منها في المرحلة الأولى. وبعد اكتمال هذه المرحلة وتجهيز المدارس بالمعدات والكادر التعليمي، سيتم البدء بتأهيل ما تبقى من مدارس المدينة لتقدم خدمة التعليم لطالبيه من أهل جرابلس. هشام جنائي، تي ار تي العربية، جرابلس. جاي صفوله.